I'm sure you are going to enjoy this presentation the same way that I'm going to enjoy this one. So go ahead, Dr. Khalid. شكرا دكتور تامر على المقدمة الرائعة اللي ما استحقهاش بالفعل. شكرا لأستاذتنا الدكتورة علياء على مشاركتي في المؤتمر سايرو أليكس 3 years post since سايرو أليكس 6 with Elizabeth Pierce. طبعا شرف كبير للواحد انه يكون متواجد وسط هؤلاء العمالقة، عمالقة الاندوكراين، مش في مصر بس، في الشرق الأوسط في العالم. ويلا نبدأ قصة السيرويد نديول. Thyroid nodule constitute a diagnostic challenge mainly because of the need to exclude the thyroid malignancy. وبرضه لازم exclude the toxic adeno. لازم كلنا نكون عارفين ان معظم الثيرويد نديولز are benign. تقريبا 85 ل 95% are benign depending on the age, gender, radiation exposure and family history. عشان كده اتعلمنا من اساتذتنا ان الابروتش تو ا بيشنت وذ ثيرويد نديول بعد ما عمل ريسك ستراتيفيكيشن باي ثيرويد التراسونوجرافي اهم تحليل اطلبه هو تي اس اتش. If the TSH is normal or elevated, the patient is euthyroid or hypothyroid, the next step is to do fine needle aspiration biopsy. بالطبع ما بنعملش fine needle aspiration biopsy لكل الحالات بتاعتنا لكل النديولز، ولكن according to risk stratification والسايز بتاع النديول هنحدد انهي واحده رايح اطلب لها fine needle aspiration biopsy. لو ال TSH is low or suppressed يعني البيشنت سيروتوكسيك، ذا نيكست ستيب مش فاين نيد الاسبيريشن بيوبسي، نعمل ثيرويد سكان. الثيرويد سكان ما ننساش ان تو اكسكلود اور دايجنوز التوكسيك ادينو. التوكسيك ادينوما يوجوالي اكتر من 2 سنتيمتر، يعني لو النديول اقل من 2 سنتيمتر في الغالب مش رايحين نطلب ثيرويد سكان. الثيرويد سكان رايح يقول لي دي توكسيك ادينوما hot nodule، يبقى النكست ستيب بيرمننت تريتمنت فور توكسيك ادينوما از سيرجري اور راديو اكتيف ايودين ابليشن. But if a thyroid scan shows a cold nodule, so the next step is to do fine needle aspiration biopsy according to the ultrasonographic features. The fine needle aspiration biopsy is a simple technique, can be done in every thyroid clinic under ultrasonographic guide. مهم كتير انا رايح اعمل بايوبسي من انهي نديول according to the size of the nodule. For example, in these nodules which show in ultrasonography low suspicious risk of malignancy, risk of malignancy between 5 and 10, we consider fine needle aspiration biopsy only if the nodule size is more than 1.5 centimeter. But in this high risk nodule, we should do fine needle aspiration biopsy if the size is more than 1 centimeter. In the pure cystic nodule, no need for biopsy because a risk of malignancy is less than 1%. Usually, it's a pure cystic nodule is a benign nodule. بنشوف report, cytological report بعد ما عملنا fine needle aspiration biopsy وبصينا على الدياجنوزس. ما نغترش بكلمة no malignancy within the smear examined. يا ريت نبص على التفاصيل، لأن لو بصيت على الريبورت هتلقى مكتوب marked hypocellularity. يعني الريبورت ده مش بتاع benign nodule. marked hypocellularity according to the guidelines عشان label الريبورت as a diagnostic, we must at least examine 6 groups of well-preserved thyroid epithelial cells with at least 10 cells per group. عشان كده العينه اللي فاتت رايح احطها نون دايجنوستيك سامبل، والنون دايجنوستيك سامبل بالفعل تقريبا 15% من العينين اللي بنسحب لهم فاينل اسبيريشن بيوبسي اكوردنج للبريتور ممكن تطلع نون دايجنوستيك. والنون دايجنوستيك الخطوه الثانيه بتاعتي لازم اعيد الفاينل اسبيريشن بيوبسي اندر التراسونوجرافيك جايد واخد شويه بريكوشن. الفاينل اسبيريشن بيوبسي ريبورتد في النهايه التقرير راح يطلع لي مالجنان في 5% او اقل من الحالات، والخطوه الثانيه بتاعتي سيرجري. سيرجري راديو اكتيف ايودين ابليشن سبريسيف ثيرابي اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا مالجنسي. في 70% من الحالات هيطلع بيناين نديول، بيناين ولازم يكتب لي بيناين نديول اكوردنج للكرايتيريا بتاعت البيناين نديول. معظم البيناين نديول اسيمبتوماتيك، وفي الحاله دي انا مش محتاج اي علاج، جاست فولو اب افري سنه، سنه ونص، سنتين اكوردنج للكرايتيريا بتاعتي. حالات قليله خالص من البيناين نديولز هتكون سيمبتوماتيك، يعني في سيمبتوماتيك difficulty in swallowing pressure manifestation or toxic adenoma due to the hyperthyroidase or a growing nodule benign growing nodule، او عيان مش عاجبه شكل النديول اللي ظاهره في
in the anterior of the neck due to the psychological concept or cosmetical reason. In this minor situation, we must consider treatment. A treatment of symptomatic benign nodules, عبارة عن surgery, في بعض الأحيان radioactive iodine ablation, ethanol ablation, thermal ablation. وده راح نتطرق له في المحاضرة بتاعت النهار. المشكلة الأصعب بالنسبة لنا, الريبورت رايح يجي indeterminate. يعني atypia of undermined significance of follicular neoplasia of undermined significance of follicular neoplasia. وحقيقة المجموعة دي هي أصعب مجموعة في اتخاذ القرار. يا ترى رايح أوديه للجراح يعمل لوبيكتومي أو توتال سيرودكتومي تو اكسكلود الماليجنسي, ولا رايح أتابعه كونزيرفيتيف, دي قصة ثانية. اللي يهمني في البناين نديول مشكلة إن البناين الفاين نيدل أسبيريشن سيتولوجي الأكيرسي بتاعته 98%. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في 2% ريسك هو كاتب لي بناين نديول, وبالرغم من هذا احتمال 2% تكون ماليجنت نديول. عشان كده في فولس نيجاتيف ريت وبرضه في فولس بوزيتيف ريت. عشان كده الجايد لاينز بتاعت 2015 امريكان ثايرويد اسوشيشن جايد لازم العيان اللي طلع لي السيتولوجي بتاعه بيناين نيديول وي ماست فولو اب اكوردنج للالتراسونوجرافيك جايد. وده اهم خطوه بالنسبه لي, لو الالتراسونوجرافيك جايد هاي سسبيشس التراسونوجرافيك باترن وعملت فاينيد الاسبيريشن بيوبسي وطلعت بيناين, وي ماست ريبيت التراسونوجرافي اند فاينيد الاسبيريشن بيوبسي ويزين 12 مانس. لو الالتراسونوجرافيك باترن از لو تو انترميديت, يعني في الحاله دي لازم ريبيت الالتراسونوجرافي ويزين 1 تو 2 ييرز. وفي الحاله دي لو لقيت في ايفيدنس اوف جروس, ايفيدنس اوف جروس احنا عارفينه بطريقه بسيطه 20% انكريز ان ذا تو دايمترز اور ات ليست 2 millimeter increase in the diameter or 50% increase in the volume of the thyroid nodule. او لاحظت في السونار الجديد اللي عملته بعد سنه لسنتين a new suspicious features, في الحاله دي في الغالب مطلوب نعيد الفاينيد الاسبيريشن بيوبسي وممكن just observation and follow up. ولو لقيت الريجروس عمال يزيد يبقى لازم ادخل بفاينيد الاسبيريشن بيوبسي. في حالات ال very low suspicious nodule زي سبونج 4 وسحبت one fine needle aspiration biopsy وقال لي benign nodule, في الحالة دي في الغالب مش محتاجين نعيد ultrasonography, وفي الغالب مؤكد مش رايحين نحتاج fine needle aspiration biopsy. بس لو احتاجت تعيد ultrasonography ما تعيدهوش قبل سنتين. العينة الثانية اللي سحبت fine needle aspiration biopsy وطلعت benign, يبقى انا عندي two fine needle aspiration cytology 2 benign. في الحالة دي الجايدلاينز does not recommend follow up ultrasonographic surveillance وممكن العيان ده ما تابعهوش مرة تانية, إلا لو في طبعا النيو manifestation بدأت تظهر على العيان. Surgery is still the most common and effective treatment for thyroid nodule. بس في مشكلة, 2-10% من العيانين بيدخلوا في complications hypocalcemia, سواء transient or permanent hypocalcemia, recurrent laryngeal nerve palsy, bleeding or post-operative infection. مشكلة تانية في surgery, long hospitalization, scar formation, iatrogenic hypothyroidism and difficulty in reoperation. لو احتاجت العيان يعمل عملية تانية واكتشفت لا قدر الله في مشكلة ومحتاج يعمل عملية تانية, في مشكلة انك تعمل reoperation. عشان كده في a lot of non-surgical options بالنسبة له. ما ينفعش نتكلم عن non-surgical options للبنين thyroid nodule من غير ما نتكلم عن السيروكسين ثيرابي or suppressive ثيرابي for thyroid nodule. لان احنا عارفين من الفسيولوجي ان suppression of TSH secretion in normal subjects by administration of exogenous thyroid hormone results in thyroid atrophy. فالناس فكرت ما دامت بيعمل thyroid atrophy ما متوقع لو واحد عنده جويتر او واحد عنده thyroid nodule وخد suppressive therapy متوقع ان النodule دي تصغر او الجويتر يصغر او على الاقل prevent further enlargement. عشان كده لسنوات طويله كل الناس كانت بتدي ليفوثيروكسين for thyroid nodule. بس في مشكلة, suppressive therapy is effective in reducing goiter volume and preventing the development of new nodules. مش في كل العيانين اللي بكتبه له, في some patients بس, particular in patients from regions of wall with borderline or low iodine intake. يبقى في الغالب العيانين اللي بيتحسنوا على الليفوثيروكسين هم الناس اللي عندهم borderline or low iodine intake. عشان كده في الوقت الحالي efficacy of thyroid hormone suppressive therapy in new thyroid patients with solitary benign thyroid nodule or sporadic non-toxic multinodular goiter is controversial. ناس تقول ادي, ناس تقول ما تديش, والغالبية ما تديش. Most studies have shown that if you thyroid nodule regress in patient taking thyroid hormone.
عدد قليل من المرضى وعدد قليل من النديولز هو اللي بيحصل لهم ريجريشن لو خد سبريسيفز. طب في ايه مشكله السبريسيف سيرب؟ ايه مشكله الثايروكسين في اللونج تيرم ثايروكسين؟ انا رايح ادخل العيان في ايتروجينيك سب كلينيكال هايبر ثايرويديز، ومن ثم متوقع يدخل في كل الكومبليكيشنز بتاعه الهايبر ثايرويديز، ريديوس بون دينستي، انكريز الريسك اوف اتريال فايبليشن اند المورتاليتي. عشان كده من التسعينات معظم الدول العالم بطلت تدي سبريسيف سيرابي فور ثايرويد نيديول. سبريسيف سيرابي احنا بندي ثايروكسين تو ديكريز التي اس اتش تو برينج ات down less than 0.1. This is a suppressive therapy. عشان كده الـ guidelines published by American Thyroid Association about the thyroid nodule سنة 2015 عاملة recommendation مهم، routine TSH suppression therapy for benign thyroid nodule in iodine sufficient population is not recommended. والـ guidelines بتقول لي أنا عارفة أن في modest response to the therapy can be detected but potential harm outweighs benefits. واحنا اتعلمنا من قسم ابو قراط first do no harm، ما تاذيش المريض بتاعك. والريكومنديشن الثانيه من نفس الجايد لاينز، there are no data to guide recommendation on the use of thyroid hormone therapy in patients with growing nodules that are benign on cytology. احتمال في الجايد لاينز الجديده اللي راح تظهر بعد السنوات القادمه يكون في تغيير في الريكومنديشن دي، but up till now لو عيان اي ثايرويد بيشنت والسوليتري نيديول راح نتفق لو من ايودين سفيشنت ريجون ما تديش سبريسيف ثيرابي، الالتروكسين رايح يضر ومش رايح يفيد. لو في ايودين ديفيشنت ريجون الجايد لاينز ريكومند حياه بسيطه، ادي ايودين سبلمنتيشن، ادي 150 مايكرو جرام ايودين. ودايما علمنا من محاضره الدكتور اسامه الاكلات اللي فيها ايودين ممكن تفيد المريض ده. وفي ريكومنديشن بسيط ممكن نعمل ترايل اوف ليفوثايروكسين، مش رايح اعمل سبريسيف ولكن برينج داون التي اس اتش از لو نورمال اور مينيمال سب نورمال تي اس اتش، ودي از ترايل. بس في مشكله، العيانين مش كلهم رايحين يستفيدوا. العيان اللي ممكن يستفيد بسمول دوز من الثايروكسين في 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 المناطق اللي فيها ايودين ديفيشنسي بس السوليد نيديول الريسنت اونست، السوليد نيديول يعني السيستيك نيديول مش رايحه تستفيد من السبريسيف ثيرابي او الثايروكسين. الريسنت اونست نيديول لسمول فوليوم كل ما يكون السايز اقل من 30 مللي هو اللي راح يستفيد اكتر، الاباندنس اوف كولايد. بس في مشكله مهمه، وانس انك راح تبطل الثايروكسين النيديول راح تزيد مره ثانيه. عشان كده معظم الناس متفقه لا ما تديش سبريسيف ثيرابي. الانذر نون ثايرويد سيرجيكال اوبشنز فور البناين ثايرويد نيديول ايثانول، ايثانول ابليشن مهم او بيركوتينيوس ايثانول انجكشن. Another modality is thermal ablation. والثيرمال ابليشن اشهرهم الراديو فريكوانسي ابليشن والليزر ابليشن، واحنا هنتطرق للاتصال. سنه 2018 الكوريان سوسايتي اوف ثايرويد راديولوجي ببلشت ا كونسنسس ستيتمنت اباوت الايثانول ابليشن. مهم كتير ذيس كونسنسس ستيتمنت، لخصت القصه. والايتا جايد لاينز في 2020 بتقول ان الايثانول ابليشن از ريكومندد ات ذا فيرست لاين تريتمنت فور بيناين cystic thyroid nodule. يبقى لازم benign and cystic. والvolume reduction of cystic nodule mainly according to cystic volume. يعني البيور cystic nodule متوقع volume reduction من 85% ل 95% reduction. Predominantly cystic nodules reduction من 60% ل 90% according to solid component of this nodule. كل ما بيزيد السوليد كومبوننت كل ما الريدكشن رايح يكون اقل. هو مهم بالنسبه لنا الجزء السيستم. قبل ما تفكر في الايثانول ابليشن لازم تكون عامل تو فاين نيدل اسبيريشن بيوبسي واثنين بيناين، مش رايح اعتمد على سنجل فاين نيدل اسبيريشن بيوبسي قبل الايثانول ابليشن الا في حاله واحده، لو كانت الثايرويد نيديول سبونج فورم ابييرنس او في انترا سيستيك كوميت تيل ارتيفاكت اللي بتقول لي ان دي شور ساين ان بيناين ليجن. في الحاله دي انا بعتمد على اونلي سنجل فاين نيدل اسبيريشن بيوبسي طلعت بيناين، في الحاله دي رايح ادخل بايثانول ابليشن. ازاي نعمل ايثانول ابليشن؟ كل المطلوب شويه سيريس نيدل اند ايثانول هاي كونسنتريتد ايثانول 95 ل 99% اند ليدوكين 2% تو فور لوكال انستيزي. البروسيدور سهل بس لازم نكون متعلمين واخدين تريننج عليه. ات از ا ترانس اسميك ابروتش، دايما بندخل من الازمس. ذا نيدل تيب شود بي بليست ان ذا سيستيك بارت لايك ذيس اند وي ماست مونيتور ذيس تيب under ultrasonographic guide. And we aspirate most
of the cystic fluid, about 90%. And after that, we inject about 50 to 70% of the aspirated fluid. We must continuously visualize the needle during aspiration and injection of ethanol, because if extravasation of ethanol, it is very painful. The ethanol then re-aspirated after 2 minutes. وفي بعض الناس بتقول لا ممكن أسيب الإيثانول ولكن الأفضل لا نعمل re-aspiration للإيثانول after 2 minutes. Injection must be stopped. لو العيان حس بsevere pain or heat sensation وقف البروسيدور بتاعك لأن ده حصل extravasation وممكن العيان يدخل في complications. When the procedure is finished, lightly compress the puncture site for 5 to 10 minutes. دي مثال بسيط ان عيان كان cystic nodule, pure cystic nodule with minimal solid component, وكان الفوليوم بتاع النديول 17 ملي. After ethanol infusion, النديول بيجي 10 ملي, بعد 1 month 3.6 ملي, and after 1 year it is less than 0.1 ملي. So cystic nodule استجابت كويس للإيثانول ابليشن. الكومبليكيشنز المتوقع ممكن تحدث في بعض المرضى في الايثانول ابليشن هو لوكاليزد بين, وده ممكن ياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز باراستامول فور 1 اور 2 دايز, هيماتوما, فيشل فلاشنج, هورسنس اوف فويس, ديسنيا, ومعظم السايد افكتس تيمبوراري اور تيمبور هايبرثايرويدز. بس ما ننساش ان الايثانول ابليشن فور سوليد ديول هاز ليميتد ثيرابيوتيك افكت. الايثانول ابليشن از فيري افكتيف ان cystic nodule or predominantly cystic nodule. In the solid nodule has a limited and its side effects are more and more. Another non-surgical option for benign thyroid nodule is thermal ablation. سنة 2017 برضو the Korean Society of Thyroid Radiology published a very important guidelines about thyroid radio frequency ablation. ومن شهر أقل من شهر European Thyroid Association published a recent guidelines about الامج جايدد ابليشن ان ذا بيناين ثايرويد نيديول. بالفعل بعد ما اتفقت مع الدكتور تامر على المحاضره فوجئت اليوم اللي بعده على طول ان اليوروبيان ثايرويد اسوشيشن ببلش ذيس جايد لاين. ذا اوبجكتيف اوف ثيرمال ابليشن از ريفيرسبل كواجوليتيف نيكروز اوف ذا ثايرويد نيديول وذ ا سبسيكوينت ريدكشن ان ذا فوليوم. هو الهدف بتاعنا. ومن ثم السيمتوماتولوجي السيمتومز اللي بيشتكي منها العيانين متوقع تتحسن بمجرد ما بيحصل ريدكشن للفوليوم. In the thermal ablation, كل المودالتيز of the thyroid nodule, the target temperature is at least 60 centigrade in the ablation region. ومتوقع مع درجة الحرارة 60, the thermal effect occurs almost immediately and subsequent brings about irreversible damage to the nodule. في أربع مودالتيز approved for thermal ablation, أشهرهم الراديو فريكونسي ablation والليزر. في حاجه ثانيه هاي انتنسي فوكس الترا ساوند اند في مايكروويف, وده ريسنت موداليتيز مش منتشرين. بس لازم نعرف ان الهاي انتنسي فوكس الترا ساوند الجهاز نفسه يعدي سعره ال 250 الف يورو. باقي الاجهزه سعرها الى حد ما مقبول, ولكن موست ترايلز معمول على الراديو فريكوانسي ابليشن اند الليزر. ما تنساش ان الكونترا انديكيشن الراديو فريكوانسي لكل الموداليتيز لكلوتنج ديسوردرز is a contraindication to do this thermal ablation, but with the radio frequency ablation, the pacemaker and the pregnancy also are a contraindication for radio frequency ablation. كلهم بيعملوا volume reduction متراوح من 60-70% بعد 1 year. بس برضو ما تنساش التكلفة بتاعت كل واحد. The disposable material for laser, the one fiber, the cost بتاعها تقريبا 500 يورو. معظم المرضى محتاجين من 1 to 4 fibers. الراديو فريكوانسي ابليشن الالكترودي يكلف تقريبا 800 يورو. الريكومنديشن بتاعت الجايد لاينز قبل ما تفكر تعمل ثيرمال ابليشن, يو ماست ريبيت فاين نيدل اسبيريشن بيوبسي في كل الثايرويد البيناين ثايرويد نيديولز اكسبشن زي ما اتفقنا مع الايثانول ابليشن السبونج فورم نيديولز اند بيور سيستيك نيديولز مش محتاجين اعيد الفاين نيدل اسبيريشن بيوبسي. قبل ما تعمل ثيرمال ابليشن الثايرويد اند فوكال كورد فانكشن كوموربيديتيز كنترول كونترا انديكيشن ماست بي اسيسد اند لارينجوسكوب از ريكومندد ان سام بيشنتس ويز سبيشالي ويز هورسنس اوف فويس. الثيرمال ابليشن ما لهوش ابسوليوت كونترا انديكيشن ولكن از نوت ريكومندد فور بيشنت ويز ثايرويد كانسر هو ار جود كانديد فور سيرجري. اي عيان ثايرويد كانسر ذا فيرست تشويس از سيرجري, بات اف ذا سيرجري از كونترا انديكيتد الثيرمال ابليشن از alternative for the surgery.
الريلاتيف كونترا اندكيشن بليدنج تندنسي الكونترالاترال فوكال كورد بولس الفوليكولار نيوبليزيا also are a relative contraindication for thermal ablation. ازاي اجهز العيان بتاع عشان الثيرمال ابليشن؟ العيان لازم يكون fast at least 6 hours before procedure. ممكن يشرب مية عادي ما فيش مشكلة. Patient should be given an information leaflet وياخد تفاصيل الاجراء اللي رايح اعمله. ولازم افهمه الثيرابيوتيك ريسبونس is gradual. مش بعد ما يطلع من العيادة بتاعتي او من الاوديت اللي بعمل فيها البروسيدور ده متوقع الثيرويد نوديول يختفي. الثيرويد نوديول decrease in size is gradual. لازم يكون متركب venous line should be established in the antecubital vein of the arm. ما ننساش ان اي عيان ماشي على aspirin or antiplatelets or warfarin الاسبرين والانتيبليتلت must be stopped 7 to 10 days before the procedure. رايحين نعمل توازن بين اني اوقف الاسبرين او اعمل البروسيدور، لان لو عملت البروسيدور والعيان already ماشي على aspirin or antiplatelets or warfarin الريسك اوف bleeding is increased. ما تنساش الفولو اب بعد ما تخلص البروسيدور. انا بعمل ايرلي تيرم بعد 3 شهور وانترميديت تيرم بعد 6 ل 12 مانس از فولو اب كلينيكال اند بايوكيميكال. وما تنساش التراسونوجرافيك ايفالويشن في هذه الفتره. وبعد كده العيان مش رايح اسيبه خلاص، كل سنه لسنتين ماست بي ري اسس. الجايد لاينز كومند الليزر ابليشن والراديو فريكوانسي ابليشن از first line treat thermal ablation عن الميكروويف والهاي فريكوانسي انتنسيتي. ده شكل الليزر ابليشن، محتاج على الاقل من 1 ل 4 فايبرز لايك ذيس، والفايبرز بتوين ايتش فايبرز ات ليست 1 سنتيمتر تو ابليت الثيرويد نوديول. ده شكل تو ليزر فايبرز. وين يو فاير الليزر some bubbles will appear like this to ablate this thyroid nodule and we draw back the fibers to ablate all thyroid nodule. Radio frequency ablation and just a few slides and I finish my presentation. Radio frequency ablation, this is the most common thermal ablation in worldwide, can reduce the nodule size by 80 to 90% without surgery or hormone therapy. في تو تايبس من البولز بتاعت الراديو فريكوانسي ابليشن، كولد مونوبولر راديو فريكوانسي ابليشن اند بايبولر راديو فريكوانسي ابليشن. وده فيديو بسيط رايح يوضح ازاي نعمل راديو فريكوانسي ابليشن. في البدايه بنحقن لوكال انستيزيا بليدوكين، ودايما بندخل الترانس بالالكترود لايك ذيس. بنظبط المود على continuous مود، وبظبط التارجت راديو فريكوانسي باور ل 50، هي بتتراوح من 35 ل 60 في الغالب بنظبطها على 50. وبنبدا بابليشن، المنطقه دي حصل ابليشن راديو فريكوانسي ابليشن فروم posterior تو superior فروم لايك ذيس. ان ذيس انا جاست 1 مينيت فيديو. And we must also ablate the untreated peripheral. لأن لو سبت أي منطقة unplated متوقع يحصل recurrence منها. يبقى عشان ما يحصلش recurrence من radio frequency ablation we must ablate the marginal size. And also we must ablate the capsule of the nodule completely. And at the final we must compress to avoid the hematoma and the side effects. This is an example of thyroid nodule. The volume is 33 milli and after radio frequency ablation the volume is decreased significantly. And of course, after about 6 hours, we can do Doppler ultrasonography in the nodule, and we find that there is no blood vasculature within the nodule, which means that it is a successful ablation. After the procedure, what to expect? An ice pack in the first day can return to work in the next day, paracetamol for pain, and may experience some skin bruising. This is my conclusion. In the cystic thyroid nodule, ethanol ablation should be used as a first line. Of course, the radio thermal ablation is effective as ethanol ablation, but it is more costly and more expensive. So ethanol ablation is recommended as a first line for cystic thyroid nodule.
In a predominantly cystic thyroid nodule, step-by-step treatment that is ethanol and radiofrequency ablation combination therapy is as effective and practical treatment strategy. And lastly, solid thyroid nodule ethanol ablation is inappropriate. And of course, radiofrequency ablation seems to have a superior efficacy than a laser ablation. Thank you.